غابت أصوات المطارق عن سوق الصفارين في الموصل القديمة رغم عودة أصحاب المحل إليه، لكن المهنة لم تعد كما كانت، فأصبح المستورد سيد السوق وأجبر الكثير من الصفارين على ترك المهنة، واقتصر عملهم على بيع ما يستورد من خارج الحدود. ما قلت يعني قلت يعني هسه التصدير من يجينا من الخارج كلفته قليله، هينا تصنعه غالي فالعالم ما تقبل علينا. تقريبا انقرضت المهنه؟ تقريبا انقرضت، يعني كانوا اغلب الناس هنا يبيضون، هنا هسه ماكو احد للصفر. يعود عمر السوق الى مئات السنين، وهو من الاسواق التاريخيه التي كانت تصنع فيها مختلف الحاجيات من النحاس، لكن ما نتحدث عنه لا نراه اليوم في هذه المشاهد، فقد بات تاريخا وذكريات فقط. يعني كان مثل طاوة يعمل لي طاول بيه نص ناقة، سأل معمي يطلع له 50 طاوة. تطور يعني ما كسروا أثر على الصفارين؟ ما انقرضوا، كان قبل بيشتغلوا شكوش وسندان و هسه لا، قرض كله معامل، والسيل جاب والسيل والفافون كله تغير. الثاني بقى بس الاسم، كنت قبل في سوق الصفيغين تتخشمك من الدخيخين، كان يعتبر مصنع كامل هوني، هسه ماكو. لا شيء يصنع باليد بعد اليوم، وما يقوم به العاملون هنا هو إصلاح ما تضرر من حاجيات لا زال أصحابها يعتزون بها لقدمها ورمزيتها التراثية. لم يبقى للصفارين من هذا السوق إلا اسمه فقط، ولم تعد تسمع أصوات المطارق هنا إلا في أوقات قليلة جدا بعد أن كان المكان يضج بها. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.